في الرياضة، جرت مساء اليوم مباريات الجولة 14 من البطولة المحترفة الأولى، وعرفت فوز المتصدر شباب الوزداد على اتحاد خنشلة بنتيجة هدفين دون مقابل، فيما حقق شباب قسنطينة فوزا هاما على مولودية البيض بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد، بينما فاز أولمبي شلف على اتحاد الجزائر بهدفين لهدف واحد، وفاز نجم مقرى على شبيبة القبائل بهدفين لهدف واحد. ومن جهته فاز أمل الأربعاء على هلال شلغوم العيد ب3 أهداف لهدف، وفاز اتحاد بسكرة على نادي باغادو ب2 هدفين لهدف، وفاز مولودية الجزائر على وفاق سطيف ب0.